السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وانتم الاهل والاحباب ديالكم، وانتم كتشاهدوا الفيديو انتم في احسن الظروف، ويدخل عليكم هذا الشهر مبارك سعيد بالهنا والصلوات والقيام ديالو والايمان ديال الله، وكنتمنى السعاده لجميع الناس في هذا الشهر المبارك، يدخلوا علينا بالصحه والغفران وطولة العمر، وباش كتمنوا ان شاء الله يا ربي، ويجعلنا من الصيام ديالو ويبلغنا ويبلغكم رمضان بخير وعلى خير ان شاء الله. كما تتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو ديال العسل ديالي، كيفاش كندير العسل، كيف كندير العسل باش كنصاوبها انا العسل ديالي، حيت انا ما كنشريهاش، كنشري غير شويه ديال ديك اللي فيها الكليكوز، باش كنختار لي فاش كنبغي هاد العسل نحطها، كنشري شويه ديال الكليكوز تنصايبها بيدي، تنفضل نصاوبها بيدي ونشاركها مع المشاهدين ديالي، مع المتتبعين الوفيين اللي كيتابعوني دائما وكيحفظوني بالبصمات ديالهم وباللايكات الزوينين وبالاشتراكات ديالهم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الفيديو، ونتمنى تتابعوه وتشاهدوا هذا الفيديو حتى النهايه باش تعرفوا الطريقه ديال العسل ديالي كيف تندير لها، والشكل ديالها باش كتجيب هذا الشكل هذا، وتجي روعه وتجي زوينه، وتجي صراحه كتجيب حتى الشباكيه معلكه، حتى تكون خثره كتدخل داخل ديال الشباكيه، كتجي الشباكيه معلكه غير البنات، كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف صراحه. نتمنى تعجبكم ونال الاعجاب ديالكم، وتكون عن حسن ديالكم هذا الفيديو اليوم اللي غادي نشارك معكم، وخليكم معايا واجيو معايا للكوزينه نشاركوا المقادير وطريقه التحضير ديال هذا العسل اللي غادي ندير، ونتمنى تبقاو مع الفيديو حتى يتسالى فضلا ليس امرا. يلا هاجيو معايا للكوزينه نشاركوا هذا العسل مره مجموعين انا وياكم. السلام عليكم البنات، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين، وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم دخل علينا هذا الشهر مبروك وبالصحه والسلامه والصيام والقيام، وبلغنا وبلغكم رمضان بخير وعلى خير، ما حد رمضان على الابواب البنات. كما كتشوفوا اليوم غادي ندير معكم التحضير ديال العسل ديالي، كيفاش كندير له انا والطريقه باش كنحضر العسل ديالي. عندي 3 كيلو من هذا السكر العادي الرخيص البنات، هانتوما هما 3 كيلو اللي درت، هما كما تشوفوا 3 كيلو، عندي 3 كيلو ديال السكر، انا كبيت ما بيتم ما والو البنات. عندي هنايا واحد الحمضه مقطوعه برشه صغيره هكا هكذا دويرات دوائر، عندي واحد شويه ديال القرفه ماشي كثيره بزاف، شويه ديال نجمه الارض ولا البند اللي بغينا تنسميوه. عندي بالنسبه للماء كيف تتشوفوا هنا غنكب واحد يطرو، كل كيلو كنديروا له نص يطرو، كنحسبوا هذا عندي هنا 3 كيلو، هذا يطرو الماء نص يطرو الكيلو ونص يطرو الكيلو، وهنا غادي نزيد نص يطرو الاخر كما كتشوف، يطرو ونص تاع الماء، 3 كيلو تاع السكر كما كتشوفوا هكذا صافي. غادي نبقى نحرك السكر ديالي مزيان باش يدور، هانتوما كما كتشوفوا عادية، وكتجي واحد العسل روعة، كتجي زوينة صراحة. دعوية ديال القرفة كما تتشوفوا هكذا، كنحرك كتجي هاد العدس، هاد العسل البنات واعرة صراحة، وكيجي فيها ديك النسمة ديال البند. غادي نلوح هاد الحامض وهاد البند وهاد القريفة صافي يا البنات. غنشعل البوطة وغادي نخليها حتى تغلي، بعد الغليان غادي نسد عليها من الساعة حتى الخمسة وتلاتين، 30 دقيقة حتى الخمسة وتلاتين، 30 دقيقة وخمسة وتلاتين فقط البنات، وغادي تحلو عليها، لأن راه هاد العبار مضبوط تيكون البنات، وتيجي في الطياف ديك نص ساعة بعد الغليان البنات، حتى تغلي هنا مزيان هكذا. دابا غادي نشعل البوطة وغادي نخليها حتى تغلي، وعاد غادي ندير داك ساعتك كنسد الكوكوت ديالي، كوكوت بلا ودينات كما كتشوفوا، الكوكوت ديالي اللي بلا ودينات، هي الكوكوت بلا ودينات، وكتعجبني هاد الكوكوت سبحان الله البنات، كتعجبني هادي، كنطيب فيها كيجيني كلشي ديالها صراحة رائع، وكتجيب حتى الطياب زوين 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 كما تنقول لكم دائما صافي. دابا غادي نخلي حتى يغلي هاد السكر، هانتوما كي تتشوفوا انا ما بيت سكر، ما خليته بات ما حتى حاجه البنات صافي، درتو في وقتو يطرو كل كيلو السكر، كل كيلو ديال السكر كديروا نص يطرو ديال الماء فقط،
باش كيجي في الطياب مضبوط، تيجي ديك الطياب مضبوط، وتدي العسل على حقه وطريقه وتحلف عليها داك العسل الا مشريه. بعد ما غادي تطيب البنات وغادي نحطوها، كنديروا لها واحد الكاس ديال الماء بارد، كنرشوها بواحد الكاس ديال الماء بارد، وكنزيدوا شويه ديال ماء الزهر الا بغينا نسمو بها. وما حنا نسلنا بالبنط، هاد البنط يعطي واحد النسمه رائعه. اللي بغى يدير شويه ديال الشهد ديال العسل، انا عندي بعض المرات تنلوح شويه ديال الشهد العسل، ولا كنلوح واحد جوج معالق ديال العسل بلديه فاش كنسالي بالطياب سميتو العسل ديالي، كنلوح واحد جوج معالق ديال العسل حره، العسل الحره، باش كتجي هاد العسل روعه وزوينه. وخليكم معايا حتى نطيب العسل ديالي، وغادي تشوفوا الشكل ديالها وتشوفوها كيف تجي. وها البنات عفوا، وشويه فاش غادي نسالي غادي نديرو شويه ديال السكر الكراميل، وغادي نديروه معاه باش كيجي يعطينا داك اللون الحمر، باش كيعطينا داك اللون الاحمر. اللي بغى يديرو في الاول هكا ويقلي شويه ديال السكر هكا في الطاوه يقليه، انا ما تعجبنيش نقليه في الاول، ما كتبانليش الطياب ديال العسل، تنخليه حتى كطيب العسل ديالي وتسالي الطياب ديالها. عاد كنحمرو في واحد الكاسرونه، كندير واحد الكاس ديال السنيده وكنديرو يطيب، ونكبو عليها باش كتعطيني ديك اللون الرائع الاحمر، ديك اللون زوين ديال العسل اللي كيجي في الشبكيه ولا البليغه ولا البرويات ولا اللي درنا. المهم صافي البنات، هي هذه العسل ديالي، غنخليها طيب ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما البنات العسل ديالي اللي قديت معكم، شو كي دايره البنات، خاثره البنات، هي مازال عاد سخونه، مازال تزيد تختار. هانتوما كي تشوفوا، شوفوا اللوين اللي ولا فيها البنات، ها ديك الكراميل كنديرو حتى من بعد انا حتى كذا. وباش كنعرفوا العسل ديالنا طابت، هاد الحامض تيعطينا هاد اللون احمر، عاد تنديروا له الكراميل داك الساعه باش تنعرفوا العسل ديالنا طيب. هانتوما شوفوا، شوفوا اللوين البنات كي داير، ها كتجي روعه وكتجي حسن ديما نشريوها. هانتوما يا البنات صراحة تصدق واعرة، وجربوها بهذه الطريقة اللي درت، ما فيهاش التمرة وما فيهاش شي عذاب، وسهلة مهلة، وكتجي زوينة بزاف، وكتجي في هاد اللوين، حيت دابا إلا درتو ديك الكراميل من قبل راه ما تيعطيكش هاد اللون هذا، وتجيك العسل مخطوفة كتخطف في الطياب. والبوطة لأقصى درجة فاش تغلي دير ديك الغلي وتسدو الكوكوت، غادي نخليو البوطة منقوصة بزاف البنات باش كطيب على خاطرها وما كتحرقش، وكتجي زوينه هكذا، وغادي تطلع ناجحه معكم، وغادي الشباكيه ديالكم واعره. دابا اللي بغى يدير شويه ديال الزهر، انا ما كنديروش فيها كلها، حتى كنبغي ديك شويه اللي غادي نعسل فيه، حيت انا دايره الكميه كبيره ما شاء الله. هانتوما كما شفتوا راه دات 3 كيلو ويطرونس ديال الماء كتعطي لي هكا، ما كنقش بزاف وكتجي زوينه. الا كثرنا الماء كتشدنا الوقت في الطياب بزاف، وكنضيعوا غير البوطه وصافي في الطياب، على ما ربي نديروا الماء غير حدو قدو باش نطيب نيشان تجي في الطياب هو هذاك، وتجي بهذا الشكل هذا، تجيكم العسل هكذا زوينه. تبعوا هذه الطريقه اللي درت انا، والبنات اللي كيديروا هكا الكومونت الشباكيه يديروا حتى 7 كيلو لك عندهم الطاوه كبيره، ويديروا الماء هكذا بالنسيطرو، كل كيلو يديروا النسيطرو ولا اقل من النسيطرو، عاد الا بغيتوها طيب دغيا اقل من النسيطرو عاد. غير فاش ديروها طيب تكون البوطه منقصه بزاف 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 باش كتنجح معكم. ونتمنى يعجبكم الفيديو اللي درت معكم دابا، وينال الاعجاب ديالكم، ويكون عن حسن ديال المشاهدين المتتبعين ديالي اللي كيتابعوني في القناه ديال ام فاطمه زهرة. لذا من ايمان ترحب بكم وتنقول لكم مرحبا والف مرحبا، وانتم تشوفوا احبابتي وصحباتي والمتتبعين ديالي، كنشارك معكم جميع الوصفات ديالي اللي كندير، ما كنخبي عليكم حتى حاجه الحبايب ديالنا، كلشي كنديروه معكم، كلشي كنشاركوه معكم. نتمنى يكونوا كيعجبوكم الفيديوهات اللي تنحط معكم، وينالوا الاعجاب ديالكم، ويكونوا عن حسن ديال المتابعين ديالي. ودائما تنقول لكم شكرا على البصمات ديالكم وعلى التعاليق الزوينين اللي كتخليو لي وكتحفزوني بهم. وتفاد الفيديو كنطلب منكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء والحباب والمعارف ديالكم، واللي ما مشاركش في القناه تنقولوا مرحبا والف مرحبا، يفعل الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات ديال ام فاطمه زهره، فضلا ليس امرا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى يوم جديد وفيديو جديد، يلقى العمار ونتلقوا إن شاء الله.